الأهلي يمكن تعاقد مؤخرا مع رضا سليم لاعب الجيش الملكي، وانت واجهت الجيش الملكي أكتر من مرة الموسم اللي فات وقبل كده، يعني حابين نقول للناس في مصر هنا ايه مميزات وعيوب رضا سليم؟ طيب خلينا نقول طبعا رضا سليم لعيب ممتاز. رضا سليم لعيب عنده سرعة، أنا أشوف إن هو سبب من ضمن الأسباب اللي الجيش أحرز البطولة. مبروك طبعا للجيش الملكي. رضا سليم لعيب سريع، يلعب ناحية اليمين بشكل كويس، بيشتغل بالكرات الثابتة بشكل كويس. رضا عنده ميزة أنا بصراحة من وجهة نظري الشخصية يعني مش موجودة في لعيبة النادي الأهلي، كل تحركه بدون كرة. النادي الأهلي كل اللعيبة اللي بتلعب ناحية اليمين وناحية الشمال، زي بتتكلم على حسين الشحات، بتتكلم على بيرسيتاو، بتتكلم على طاهر، بتتكلم على كهربا لو لعب في الحتة ديت، أحمد عبد القادر، كل اللعيبة بتاعت النادي الأهلي عايزة الكرة في رجليها، يعني دايما بيعتمدوا على الكرة في رجليهم في المهارة، واحد ضد واحد ممكن يعدي يخترق. لا رضا مختلف، عشان كده عرف بدون كرة بدون كتير. كوره، وعشان يستغل سرعته. فانا اشوف ان ده مش موجوده في النادي الاهلي. ورضا لو لعب ناحيه اليمين مع حسين الشحات ناحيه الشمال مع بيرستاو اللي تحت، او حسب التوليفه اللي ممكن يعملها مستر كوره، انا بشوف ان لا رضا لعيب مختلف، لان في وقت من الاوقات وانت بتشتغل عايز تعتمد على السرعه. فرضا عنده دي ميزه، بتمنى له التوفيق.